اهلا وسهلا بكل متابعي صفحة برنامج بالخط العريض والاعلامية ايمان ابو طالب. احنا النهاردة في ضيافة الكابتن القدير نجم نادي الزمالك والمدرب المحترم كابتن حلمي طولان. اهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن اهلا حلمي، وسهلا. احنا سعداء ان احنا بنستقبل حضرتك وان شاء الله نعمل حلقة يعني تكون يعني على قدر قيمتك ان شاء الله ومكانتك عند المحبين للكورة بشكل عام. يعني سعيد جدا ان انا معاكم، واتمنى فعلا تكون الحلقه يعني حلقه جيده النهارده ان باذن شاء الله الله. احنا عندنا اسئله سريعه حابين نسال حضرتك فيها. اتفضل. فاكر ماتش المنتخب الاولمبي بتاع 5-0 بتاع اثيوبيا؟ اه طبعا. ايه كواليس الماتش ده؟ الجيل بتاع الدوماني وابراهيم سعيد ايوه و5-0 هناك و5-0 هنا وضربات جزاء. 5-0 هنا و5-0 هناك. احنا الولاد طبعا، عشان ودي على فكرة دي معلومة علمية صحيحة جدا جدا جدا، بتاعت المية و... الارتفاع، ارتفاع سطح، الارتفاع عن سطح البحر، الارتفاع. تخيل انت بتلعب في حاجة عندنا بقى في علم التدريب اسمها في عدم وجود اكسجين، وده المصدر الرئيسي للطاقة. فمش عشان قادر تجري. تقدر، عشان تقدر تجري انت محتاج طاقة، الطاقة دي هي الاكسجين اللي بتاخده من الهواء. تخيل بقى احنا بنلعب في عدم وجود اكسجين، العيال كانت بتقع في الارض ما ال5 دقايق، وحصلت معانا مع الزمالك على فكره. الزمالك برضه كنت لما كنت معاه كسبنا هنا 2-1 واتغلبنا هناك 2-1. ده وقت اوتوفيستا؟ وقت اوتوفيستا ميدو ما كملش 10 دقايق، هو محمد صبري خرجوا وماسكات الاكسجين وبتاع في اوضه اللبس، كانت شغلانه. دي حقيقه يعني، يقول غير كده يبقى ما بيفهمش حاجه يعني. فدي وده حقيقة. يمكن سبب خسارتنا من اثيوبيا في مؤخرا مع ايهاب لا جلال. احنا بقول لك هناك على ملعبهم، على ملعبهم عندهم الهضبه بتاعت اثيوبيا مرتفعه مرتفعه، جدا، مرتفعه 3000 متر عن سطح البحر، رقم قياسي. فانت بتلعب في عدم، فعلا في عدم وجود اكسجين. ده السبب الرئيسي في خساره ده 5-0. ده 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 ما فيش كلام، ده ما فيش كلام. الولاد مش قادرين، مش قادرين يلعبوا. وطالما انت ما عندكش طاقه، وطاقه رئيسيه اللي هي الاكسجين، هتجيب منين؟ هتلعب ازاي؟ يعني عربيه من غير بنزين هتمشي ازاي؟ هي دي بالظبط كده. طيب ابراهيم سعيد كان في التوقيت ده ابتدى نجمه يلمع واتقال انه ساعتها انه كابتن حلمي ما بيحبش يلعبه، وطلع من الماتشات دي طاح بقى اساسي في المنتخب، مع في اساسي في النادي الاهلي. ابراهيم سعيد كان اصغر من الولاد ده سنتين، ايوه هو واحمد صلاح حسني كانوا اصغر من الولاد من السن ده. الولاد دول كان مواليد 77 وهو مواليد 79، فكان اصغر. انا ضمه عشان يبقى موجود معايا، وتبني فرقه لا يبقى لمده موجود سنتين. معايا امتداد للتيم ده، امتداد للعناصر دي. لكن مش شرط ان كل لعيب بقى يعني ما بيلعبش يبقى يبقى في احنا مشكله مع ضده. المدرب. انت زرت كابتن سيد عبد الحفيظ برضه؟ كان في نفس الجيل. الجيل ده سيد عبد الحفيظ. ف يعني شوف، انا عندي مبدأ في حياتي كمدرب، يعني لا اظلم ولا جامل، العدل ثم العدل. بس لا اظلم ولا جامل. كابتن، بمناسبه كلام حضرتك عن التدريب، اثبت امي ايه اللي حصل؟ لا هو ناس عندها افكار مختلفة، عندها تصور مختلف، وناس بتدور على ناس على قد فكرها وعلى قد تصورها. بس هو هي دي المشكلة. يعني حضرتك حاسس ان انت اتظلم؟ بالعكس، ده انا سعيد جدا ان انا مشيت في التوقيت ده. ده انا اسعد واحد في الدنيا ان انا مشيت في التوقيت ده. يعني انا يعني المستقبل ما كانش بيديني مردود كويس. كانت تجربة تتحسب عليك. يعني ما كانش بيديني مردود كويس المستقبل. كان في ازمه زمان مع محمود علاء وقص شعره ايه اي قصه؟ تفتكر حاجات قديمه قوي. ما احنا جايين نقلب في القديم. ده انا كنت لسه ماسك حرس. بالمناسبة اتكررت مع أول ما حضرتك رحت إنبي، صح؟ مع مين؟
مع كذا لاعب كان رامي بطو. لا رامي كان مشي ولا لا موجود، كان موجود اه رامي بس اتكررت. لا خالص. محمود علاء كان صغير ولسه جاي من المنتخب وحاسس بنفسه شويه يعني. انا ما بحبش الاسلوب ده متفالي، وما بحبش النوعيه دي اتيتيود من اسلوب التعامل. فكنت قاسي عليه شويه يعني، كنت اسمر القسوه دي اسمرت اهو منتخب مصر. ايه بقى ايه القصه برضه حضرتك ما حكيتلناش؟ ايه ما فيش، وانا يعني عملت ايه اول مره اشوفه قلت له يا ابني قص شعرك مش كده، شعرك كده مش كويس، بس طول في الزمالك. بص شعرك وكده مظلوم محمود، مره واثنين وثلاثه فما عملش كده. طبعا كان فيه عقوبات وفيه خصومات وفي حاجات كده لغايه ما قص شعرك. مظلوم محمود. محمود لعيب كويس قوي، كل لعيب بيجي له وقت بيبقى مستواه بيهبط شويه، لكن مش معنى كده ان هو سيء. ده على مستوى العالم كله، ان في لعيبه كتير جدا بيجي لهم وقت من الاوقات ان المستوى بيقل شويه، وده وضع طبيعي بيصيب نجوم العالم كله. فنصبر عليه وهيرجع مستواه. ليه مدربين الزمالك او المنتمين او اللعيبه اللي كانت بتلعب في الزمالك لما بقيت مدربين بيمسكوا انصاف فرق مش يعني في جدول المنتصف، ولعيبه بتبقى مجتهده كلها شبه بعض، بيصنعوا معاهم المستحيل. طارق يحيى مع الاتصالات، حضرتك مع انبي وكذا تجربه، ولما حضراتكم بتمسكوا فرقه فيها نجوم كتير بتبقى مش قد الفرق التانيه. هل تحليلي صح؟ مفيش كلام من ده. مفيش كلام ازاي؟ الحمد لله احنا مسكنا الزمالك وخدنا كاس مصر برضه بعدد لعيبه قليل جدا سنه 2013 2014. دربنا الاتحاد وكان ماشي معانا كويس جدا، رغم طبعا الامكانيات مختلفه طبعا، لكن بالعكس اي مدرب في الدنيا بيحب يبقى عنده الكواليتي العالي من اللعيبه عشان يقدروا ينفذوا افكاره يعني. لكن احنا بنبقى مرهقين جدا وتعبانين جدا مع الاتيام اللي هي اللعيبه الكواليتي بتاعها متواضع، بتحتاج جهد مضاعف منا كمدربين يعني لغايه ما نوصلهم لمستوى جيد. ممكن تحكي لنا كلوس كده من كواليس 6-1 وتوفيستا وبعد؟ لا انا ما كنتش موجود في الفتره دي. لا كابتن احنا انا مشيت قبلها ب 10 ايام بس. هل وحضرتك بتمشي كنت متنبئ وشايف؟ لا خالص هو مستر اوتوفيستر يمكن كان مندفع شويه، فبقى 2 يمكن احنا كان معانا جهاز رائع، اشرف قاسم والدكتور ممدوح محمدي وطارق عبد العليم، كنا بنكبح جماحه شويه. هو بيحب يحط عناصر التيم كلها يميلوا اكتر للجانب الهجومي، احنا كنا بنلجم العمليه دي شويه، لان ما ينفعش ان كل التيم يبقى مايل للجانب الهجومي وبقى 4-2 وجاب رضا سيكا من بره لعبه تخرب بورا يعني. لا ضروري يكون في توازن في التيم يعني، ضروري يكون في توازن. كابتن هو بس سؤالين سرع عشان احنا هنبدا الصوت. اتفضل. السؤال الاولاني المحطه الجديده بتاعت كابتن حلمي طه عن تدريب. السؤال الثاني اول تجربه وديه لفيتوريا فاز على النيجر 3-0 وفي كمان ماتش كمان بعد كام يوم مع ليبيريا، الفوز ده مؤشر ولا ما ينفعش نحكم دلوقتي؟ اولا المحطه اللي جايه هو كان في قبل الدوري ما يخلص اربع انديه طلبوا ان انا كنت متولي تدريبهم، لكن انا اعتذرت لضيق الوقت، وانا كمدرب شغلي بيحتاج وقت عشان يظهر على التيم بتاعي، وده ما كانش متاح ان كل 3 ايام ماتش، فما كنتش هلحق ادرب ولا يعني يا دوب كنت رايح لعبتي. لكن وبعد الدوري ما خلص جالي اكتر من عرض لكن غير مناسب ليا. انا راجل وصلت لمرحله من الخبره ومن السن، اعتقد ان من حق اختار يعني انا كمان. ده السبب ان انا لسه ما جاليش الشيء المناسب. بس قد نرى كابتن حلمي في الدوري خلال شهر مثلا ممكن يعني باذن الله يعني. ما تخصنا؟ لا والله لسه. لا لسه خالص. افضل صفقه في الموسم حاليا في الانتقالات فاضل ايام ويغلق الباب؟ لا
لا هو شايف انها هتبقى مؤثره. لا هو النادي اللي عمل سكواد كويس وصفقات كويسه لا سميكا كيلوت ده النادي اللي عمل صفقات هايله جاب لاعبين ثلاثه من سموحه كان احمد سامي عنده معلومات بيهم طبعا وخبره هايله. فيتوريا يا فندم المنتخب المنتخب انت ما تقدرش تحكم على مدرب من ماتش ولا انت فين حضرتك طيب المباراه بتاع لا هو انا شايف انه ان في حاجه جديده حصلت الماتش اللي فات الكثافه الهجوميه يعني كان في عدد وافر من اللعيبه في حاله الهجوم بيبقوا بيشاركوا في العمليه الهجوميه محمود حماده وكل مصطفى في حاله كانت غايبه عن منتخب مصر بقى. يعني كنا حريصين اكتر من اللازم كنا مستنيين ورا اكتر من اللازم يعني فده انا شايف ان الباكين كان لهم دور كويس قوي الاثنين في نص الملعب كان لهم دور هجومي كويس قوي بالاضافه للثلاثه اللي قدام فكان بيبقى في كثافه عدديه كتيره يعني دي حاجه يعني انا لاحظتها اخيرا يا فندم هقول لحضرتك ثلاث اسماء تقول لي كم من 10 اوباما السنه دي اوباما 5 من 10 بسبب مستواها هابط جدا مش ماك الدور الثاني افشه نفس الحكايه ولو ان افشه من الناس اللي بحبها جدا محمد شريف يعني بصمات واضحه طبعا هو انا عارف محمد شريف ليه بيمر بالحاله دي محمد شريف بيحتاج مساحات الفرق اللي بتلعب قدام النادي الاهلي بتقفل ما بتديش مساحات محمد عشان سريع وبيستغل سرعته في انه يضرب المدافعين ده مش موجود في فريق النادي الاهلي كان موجود معايا انا ببقى مضغوط في نص ملعب كله فاضي فبيجي بالظبط احنا سعداء بحضرتك جدا يا فندم تحت امرك شكرا